وهذا رجل يقول: بلغ بنفسي ضيق شديد من بعض تصرفات زوجتي التي لا علاج لها، فقلت لها أنت طالق، ثم كررتها 3 مرات بينهما فاصل زمني قد يصل إلى 4 أو 5 ساعات، فهل وقع بهذا 3 طلقات أم طلقة واحدة، مع العلم أن كل هذا حدث في يوم واحد؟ هذه 3 طلقات، لأن بين كل واحدة والأخرى زمنا كبيرا عرفا، وعليه فتكون زوجتك طالقا طلاقا بائنا بينونة كبرى لا تحل لك إلا بعد زواج صحيح مع المعاشرة الجنسية من شخص آخر وطلاقها منه وانتهاء عدتها، والله أعلم.